السلام عليكم خوتي خواتاتي. هذا الفيديو تحت عنوان خالتي الوزيرة خلات الأخت فاطمة اللي أنا عندها دابا واحد السيدة أمية مقارية ما والو كاينة خارجة على بني ملال كملي الهضرة وشدي الصباط الصباط ها هو الصباط قالت لي كملي الهضرة وشدي الصباط صباط 12. المهم جيت عند السيده راها مفقوسه وسامعه الهضره ديال 20 درهم وخا السيده ما قارياش. المهم الهضره راه كدور عند الناس وبغات تبرد غدايدها وبغات توصل الميساج لحالتي الوزيره كما قالت هي خالتنا كاملين وبغات توصل الميساج للمحسنين وللناس المتتبعين ديالنا. هانا فاطمه بردي غدايد. السلام عليكم، كي دايره خالتي الوزيره؟ ربي خالتي الوزيره محشمتي ما راعيتي، ما بقيناش فيك. ها اللي قلتي 400 ريال تعيش عائله، دخلنا عليك بالله 400 ريال اش نشري بها كورده نقش بها راسي؟ ها وشوفي اختي الوزيره شنو عجبي لنا المحسنين، الله يخلف عليهم والله يسهل عليهم والله يعاونهم. ها تجرب دخلت عليك بالله، جربتي الفقر وجربتي الجوع وجربتي القهر، ها جربتي تخرجي تخدمي ب 1000 ريال للنهار، ها تضربي تماره في الشمندر وتشدي الماء من 4 ديال الصباح حتى 3 ديال النهار على 50 درهم، اش ديري بها؟ ما بقى 400 400 ريال واش ماشي حشومه عليك؟ تقولي هذه الكلمه خسرتي راسك وخسرتوا روسكم معانا، ما بقينا نصوتوا على حتى شي واحد، حنا اللي كوان طلعناكم، لو كان ما طلعناكمش ما غاتشدوش فينا، حنا طلعناكم باش تعاونونا ماشي باش تحطمونا. دخلنا عليك بالله، واش الكلب ديالك تتوكلي 400 في النهار؟ عاد دخلت عليك بالله قولي على الحقيقه، واش تتوكلي 400؟ كون عاد درتيني انا كلب عندك وكلتيني هذا 400 في النهار شوفوا واش تكفاني. راه حشومه عليك 400، نقصي الضو ونقصي الماء ونقصي الزيت ونقصي الفوطه ونقصي السكر ونقصي تماره والقهره اللي تضربونا بها، ماشي حشومه عليكم؟ ها 400 اش بغات دير لنا 400 ريال؟ ما قارياش وشت هذا الشيء ودارني خاطري، تنلوحوا عليكم لان تنقول لكم غتهزونا وتعاونونا. الله يخلف على المحسنين والجواد اللي ما شادين لا برلمان ما شادين كراسه، عا قاعدين في ديورهم وتيعاونوا الناس. هذاك الشرع ما عند الدراوش، دراوش بحال بحالهم. وتيعاونوا الناس، قلت لها ما شادين لا كراسه لا حتى حاجه وتيعاونونا، وعاطينا ما ناكلوا وهازيننا ومخلصيننا مانا وضونا، ماشي حشومه عليكم؟ ها هزيناكم باش تهزونا، الساعه تهزيناكم وطيحتونا، قدمناكم ووخرتونا، ماشي حشومه عليكم؟ ها ماشي حشومه عليك؟ نقصي من الماء ونقصي من المازوط ونقصي من الضوء ونقصي من الزيت ومن السكر، ها؟ دخلت عليك بالله 400 شريحك ديال الحليب ب 14؟ دخلت عليك بالله تشري هذه ب 2000 ولا ما عرفتش شحال باش شارينا المحسنين؟ ها؟ 400 اش دير؟ دابا شري لي كوش؟ عطيتك 400 اش غديري بها؟ غنقش بها راسي، راه ما دايره ليا والو 400، ما دايره ليا حتى شي حاجه. وري لي درك انا خاصني السكر، دخلت عليك بالله انا ما عنديش دقيق. ها الخبز ها جيبها معد الناس، دخلت عليك بالله. شوفوا الاخوان، دخلت عليك بالله واش هذا خبز دركايا؟ هذا خبز جابته باش تعيش به، باش ناكل وباش كان البارح في صدقه. واه ها والخبز اللي شاد جابته ها هو. دخلت عليك بالله، دخلت عليك بالله 400 عيش، دخلت عليك بالله ماشي حشومه عليك؟ ها ضريتينا حشومه عليك، هذه الكلمه كنا هازينكم الفوق تنقولوا غتعاونونا وغادي تعطيونا والحمد لله غادي ناكلوا. ها هو ها الحمد لله غناكلوها البركه ديال الله سبحانه وتعالى. ها تقولي 400 400 اش ندير بها؟ نشري بها لي كوش، نخلص بها الماء الضو ونقصوا علينا راكم قهرتونا، والدواء دواء عاد دواء هو الاخر، السبيطار ما كنشدوش منه، انا مريضه فتحت درت عمليه في الدار البيضاء وتزاد عندي هاد الدري، خلصوا لي المحسنين 50000، ماشي حشومه تقولوا السبيطارات فابور؟ يلا ها السبيطار لو قلت درك الاوراق دابا يتجبدوا ليكم، دابا ديال موريزكو دابا 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 يتجبدوا لكم الوراق. يلا قولي لي يا لالا الوزيره شنو قلتي؟ قولي لي شنو قلتي؟ قلتوا السبيطارات فابور خلصنا 50000 في الدار البيضاء، ها كلشي قلتوا فابور، فينا قول الدواء؟ عطيونا هاد الدواء داويونا في لله في سبيل الله، ما تعطيوناش عطونا هاد الدواء ديال سيدنا، عطونا هذاك الشيء اللي تيعطي سيدنا عطوه لينا بيقنوه لينا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.